مرحبا خويا. مرحبا بك اختي. مرحبا. اليوم موضوعنا هو الدويات، فما برشا ادويه مفقوده خاصه بالنسبه للامراض المزمنه. تجربتك مع الدويات؟ والله بالرسمي عندنا نقص كبير في ما يخص الادويه، ما يخص الادويه المزمنه، معناتها الانسان وقت اللي عنده مرض القلب والشرايين، اللي عنده اللي يعمل في الدياليز، في برشا ادويه ناقصه، معناتها وهذا ياثر على صحه المواطن، وهذا مؤشر خطير. ونتمنى يعني الدوله يعني لفتة كلمه بالدوله، معناتها باش يعني تزرب روحها على الاخر على الاخر، لان الحاجات هذه ما عادش تصبر، معناتها بخص الادويه هذه. انت هل انت عندك في العائله شكون لطف عليك، شكون مريض وديما يلوج في ادويه معينه؟ والله باش نكذب عليك لا، لكن عندي وليدي صغار مثلا في مشكله الفيزيول هذايا، معناتها الفيزيول معناتها ينقص علينا برشا يعني من الادويه وقت نستعمل الفيزيول تنظيف الخشم. تصور يعني هذايا نقص كبير، برغم عندنا بحر ما شاء الله من البحر يعني كذلك، ووصلوا يعني الشركات هذيا يعني معناتها يوصلوا، كانت الايترا تتباع ب 2500 ولت الربع ايتر تبيع ب 2500، معناتها هذا حرام في حق الشعب التونسي، هذا حرام حرام حرام. نطلب من الشركات تراجع روحها وتخاف ربي شويه، لان هذا مظلمه للشعب التونسي. طيب الفيزيول اوبليجين الصغير لازم ديما يستعملوا، شنو وقتاش بالضبط، في الشتاء ولا بالضبط تحكي لي؟ سؤالك جميل برشا، لانه في الشتاء تكثر الامراض الانفلونزا وامراض البرد وكل شيء، ويقعد صغير ما يتنفسش، معناتها صعب التنفس تاعو، يبدا عمره عام وعامين وستة شهور، معناتها لازمه في الزيول وهذيا يوميا، معناتها في الزيول يعني يوميا الاستعمال تاعو، ما خاص للصغار، وهذيا معناتها جرم كبير نستعملوه للاطفال تاعنا. نطلبوا من يعني من الدوله يعني تعطي سهله الحكايه، معناتها انا كنتمنى الدوله تعطيني فرصه نمشي نجيب شركه قطعه من الصين وتو نصنع فيزيون ونبيعوا بلاش للمواطنين، والله العظيم. والله تو في اللحظه هذه قاعد نلوج من الفارماسي للفارماسي، والله العظيم بكل صدق، معناتها عندي ثلاثه صغار فهمتني، نضيع خدمتي لان نحس انا ولدي ما عادش نجم يتنفس، ما عادش كذلك، ما نقعدش انا كل ضربه ضربتين نهزوا يعملوا الاكسجين وواحد وبرشا حكايات، لان حاجات بسيطه تنجم تمنعنا من الادويه وتمنعنا من الربح للوقت الى اخره الى اخره. شنو اليوم مشكل الفارماسيات؟ فما فارماسي تلقى فيها دواء، فارماسي لا، شنو المشكل بالاساس؟ والله هي مشكله اول حاجه الشركات الكبيره الموزعين فهمتني، ما عندهمش الاحترام كبير، لان ما يفضلوا ما عرفش شنو مشكلتهم هما بالنسبه للصيد. هو في الماده دي مخبينها وما عرفش يعني باش يكون الربح اكثر. تصور انت الليتره كانت تبيع ب 2500 في الزيول، صبحت الربع ايتره ليله في ليله ونهارها صبحت ب 2500 ربع ايتره، يعني شوف الفرق الشاسع معناتها بيناتهم، معناتها وراو ربع ايتر نحكوا عليه صغير تاع نهارين وتقف الحكايه غاديه، خاطر في الشتاء يوميه تستعمل. قداش كانت بالليتر ب 2500 وفجاه ولت بالربع ب 2500؟ والله نحن كل ما يجي الشتاء نبدا خايفين ومفجوعين. معناتها هذه بدات يعني في الصيف كانت الامور عاديه، يعني في الصيف عاديه يعني موجوده كذا، وقت يجي موسم البرد وموسم الانفلونزا تكسر الحكايه هذيا. احتكار تحب تقول انت في الادويه؟ اكيد الاحتكار الكبير بالشركات، والشركات في تونس مش تخافش، ما تخافش من ربي سبحانه، ولكن هذيا راهو جرم في حق الشعب، معناتها صدقني في صحته، لانه يعني صغار وكل شيء ما يعني. فما ادويه اخرى مفقوده وتفقدت في الليمات الاخرانيه زاده، الادويه اللي يستحقها المريض اللي حل اللي يعمل تصفيه الدم، فما سيروم بتاع تصفيه الدم مفقود برشا، معناتها تولي مباشره فما خطر على المواطن. والله عندي انا ام المراه تاعي تعمل في الدياليز، وقت نمشي باش نجيب لها الدواء من الكنام، صدقني شر الادويه مش موجوده، صدقني يعني انسان بالحياه او موت، معناتها يعني عشت الاشياء هذيا وحزن كبير، معناتها ما نجمش نعبر به، حزن كبير برشا. خساره انك قعدت برشا انك تستنى باش يجي الدواء نتاعها. والله تقعد حتى المده طويله، ما تقعد حتى المده تاع 6 شهور 8 شهور، معناتها يعني نحاولوا معناتها كيفاش باي طريقه باش يجيبوه من برا، باي طريقه معناتها تصور ما تعرف انت الحاجات اللي هي صعيبه، معناتها حتى بالعمله الصعبه باش تجيب، معناتها يحب لك عامين وثلاث سنين باش تاخذ يعني
ترخيص من البنك المركزي باش تجيب الدواء هذا، معناتها هذه بدا في حال ذاته ازمه. اللي باش يسحق باش يجيب الدواء من برا مش بالساهل، انت جربت تجيب من برا وعن طريق شكون؟ والله جربت عن طريق مثلا وكالات يعني في الخارج، ولكن باش تمشي تاخذ العمله الصعبه بتجيب الدواء معناتها دواء ووراق، معناتها لازمك تاخذ ترخيص من البنك المركزي وتقعد تجي في جرته عامين وثلاث سنين وشوف يعطوك الترخيص شوف لا. وساعات يبدا في الرياضه يبدا جوار تاع كوره مثلا، شوف معناتها ما عنده باش يعطي للبلاد وما عنده ما ينفع في البلاد تخرج الفلوس، يعني هذه ما لقيتلاش حل. مشكل عام هو في البلاد اكيد مشكله كبيره، وان شاء الله الدوله يعني تغير في القوانين وتغير في برشا امور، لان هي يعني يلزم تسمع المواطن، المواطن هو اللي عنده الازمه، مش يعني الناس اللي قاعد على الكراسي، لو المواطن البسيط هو اللي عنده الازمه، ان شاء الله يسمعونا. كي يكون عندك مريض تمشي للسبيطار تعدي في المستشفى عمومي يعطوك الدواء غادي ولا ما يعطوكش؟ والله كنا قبل يعني باش نكون بكل صراحه، قبل يعني قبل 10 سنين 11 سنين قبل ما تصير الثوره كانت عاديه الادويه موجوده بصراحه، ما يعني ما نكذبوش معناتها كانت الادويه كل شيء موجود، يعني اي انسان يسحق دواء حتى ما يلقاش نقص 10% 20%، اما 80% موجود الادويه معناتها، لكن توا فارغه الجمله، يعني فارغه الجمله ما ثماش معناتها، هذا شيء اسف معناتها. اليوم يشرطوا عليك اللي مثلا لازم شروط معينه باش تاخذ دواء من السبيطار؟ والله هم الطب بارك الله فيهم يعني بصراحه، لانه الطب توا يعني يعيشوا في معاناه في المستشفيات العموميه، ما نكذبوش على بعضنا، لان ثم غياب يعني امن خاطر هذاك موضوع اخر تنرجعوا نحكيوا، خاطر مش الطبيب هو اللي باش يعطيك الدواء بليش، ولا هي الاداره بتاع السبيطار هي اللي تعطيك الدواء، ولا انت طلبت ولا ما طلبتش سواء ليك او لعائلتك؟ شو بالنسبه للدواء بتبيعها هو من وزاره الصحه، معناتها هي تتباشى في الموضوع دي، ولكن الادويه مش موجوده مفقوده، يعني انت باش تمشي صيدليه في المستوصف او صيدليه في المستشفى، يعني عيادات كما يقولوا هم عيادات خارجيه في المستشفيات العموميه مش موجود، معناتها اكيد مش موجود، معناتها كله برا يعطيك ورقه يقول لك اشري 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 اشري، صراحه يهزوا معنا شويه معناتها، لان بالرسمي الوضع بالنسبه لي احنا الاقتصادي تعب على الاخر. تسمع اكيد عندهم مشكل ديما نتاع الدوايات، فمش كون عنده امراض مزمنه ويضطر يستنى بالايامات وبلاكي لازم اشهر يجي دواء، شوف يخلط عليه شوف ليه. والله للاسف فما عباد تموت قبل وقتها في البلاد هذه، للاسف معناتها شيء يعني حزين برشا، عباد معناتها تموت قبل وقتها، يعني شباب وبرشا حاجات يعني تنجم يعني دواء ينقذ حياته ينقذ عمره، ولكن ما ثم حتى واحد شكون يسمعهم. شكرا لك. عاش وقت السلام.